دي من الاشياء اللي تم استرداتها. يا ريت لو نشوفها كمان على الشاشه الكبيره. لو حضرتك تشرح لنا مثلا احنا مثلا شايفين ايه دلوقتي، دي ايه؟ دي قطعة أثرية كانت مستردة من كان دي القطعة دي كانت مستردة، كانت مسروقة من أسيوط وتم استردادها في 2016، وهي من القطع المهمة جدا، كانت من ضمن معبد سيتي في أسيوط. ايه مثلا تاني ممكن نشوف؟ دي قطعة حجرية كانت استردت من ألمانيا في 2017، ودي من ضمن القطع التي تم استردادها عن طريق الدخول في المحاكم مع الجانب الألماني. واحنا هنتكلم شوية في موضوع ان القوانين المحلية دي قطعة كان مسروعة في طبعا بعض المخازن المتحفية اللي تعرضت في بعد ثورة يناير لبعض السرقة والتخريب، منها المخزن المتحفي في أسوان، وتم سرقة مجموعة من القطع الأثرية، منها القطعتين دول اللي دي واللي قبلها كان من ضمن القطع اللي تم استردادها من انجلترا. كان في تمثال أشبيتي كمان مهم تم استرداده، هو ده التمثال اللي احنا ده لانه في جزء من الحروف الهيروغليفية مذهبة. عظيم. في صور تانية؟ هل في صور تانية يا شباب؟ في صور تانية. برضو من ضمن المخزن هي القناع ده اللي كان موجود من ضمن المخزن وتم استرداده في 2017. عظيم. أيوة. ودي قطعة تم استردادها برضو في منطقة ميت رهينة، كانت من ضمن الحاجات اللي مسروقة من مخزن ميت رهينة برضو بعد الثورة. الحاجات دي يا فندم كانت بتتسرق وتسافر على بره على طول، ولا بتتسرق وبقى في مثلا بعض الاثرياء اللي بيشتروها داخل مصر؟ لانه في بعض الاثرياء بيحبوا ان هم يقتنوا الاثار المصريه الاصليه داخل منازلهم. انا هقول لحضرتك على حاجه، احنا عندنا في وزاره الاثار في ثلاث ادارات معنيه بالموضوع ده. عندنا في اداره اسمها اداره المضبوطات الاثريه، ودي بتاعنا بكل الاثار التي يتم ضبطها داخل مصر. وفي اداره اسمها اداره المنافذ الاثريه، وده اثناء تهريب اي قطع اثريه خارج مصر يتم ضبطها. احنا اداره الاثار المسترده ما يتم عرضه خارج مصر. فالصعوبة أكتر في اللي بيتم عرضه خارج مصر، لأن القوانين مختلفة وإجراءات مختلفة في بعض الدول كتير. تجارة الآثار تجارة مشروعة.